ومعي عبر الهاتف الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي. سيد المجعي مرحبا بك. مساء الخير لك أستاذ كريم ولكل مشاهدي قناة تراس. أطلعني عن الوضع الميداني في منطقة عنزرة ووادي الربيع حتى اللحظة. أولا أخي الكريم، بالأمس كنا في مداخلة مع قناتكم الموقرة وقلنا بأن المرحلة الأولى انتهت وأننا في طور البدء في المرحلة الثانية في عملية بركان الغضب. بالفعل بدأت العملية المرحلة الثانية منذ ساعات الصباح الأولى. تحرك الشباب قوات عملية بركان الغضب في جميع المحاور وفي جل المحاور. شهدنا وشاهد العالم كل هذه التقدمات والإنجازات التي سطرت على والبطولات التي سطرت على الأرض. في محور وادي الربيع التقى الشباب في هذا المحور مع محور عنزارة ليحتمل هذا الطوق الجزئي، وبالتالي نستطيع القول بأن محور عنزارة وادي الربيع هو في هذه المنطقة مؤمنة تأمين كامل من قوات عملية بركان الغضب. شهد محور أسواني، الزهرة، السعدية، العزيزية، الهيرة، هذا الخط الممتد على طول الى شارف مدينه غريان. شهد تحرك على يمين وعلى يسار المحور. شهدنا التحام جميع المحاور في المنطقه، محور كما قلت لك محور السواني او محور العزيزيه، بالاضافه الى سيطره على منطقه الطويشه. فتحت كثير من المحاور الجانبية. الكل يعلم بأن هذه المساحات هي مساحات مفتوحة، لكن نستطيع القول بأن كل هذه المناطق هي تحت سيطرة قوات عملية بركان الغضب. ربما تأمين هذه المناطق، تأمين هذه المحاور يحتاج إلى بعض الوقت. الشباب في آخر اتصال لنا بهم قالوا لنا بأنه الآن ربما يعملون على تثبيت هذه المواقع وبناء أماكن التي يستطيعون أن يبيتوا بها، لأن هناك كثير من الأراضي التي ليست مؤمنة تأمين تام، وبالتالي لأخذ الحيط أو الحذر لابد من أخذ مواقع ثابتة حتى يستطيع حماية قواتنا. طيب سيد المجعي، هناك أخبار تتناقلها وسائل إعلام ميليشيات الكرامة وأيضا الناطق باسم هذه الميليشيات المسماري على أن قواتهم قد سيطرت على منطقة العزيزية بالكامل، مدى صحة هذا الخبر سيد المجعي؟ هذا الخبر غير صحيح. نحن قبل دقائق كنا في اتصال مع قادة المحور هناك وكل الأمور بإذن الله تحت سيطرتهم. هذا المحور بالعكس هو يشهد هدوء تام. لدينا بعض الفيديوهات ربما سنزود بها القناة، تتحدث الشباب يتجولون في هذه المنطقة بالكامل، يزورون كل الشوارع اللي في المنطقة، يتحدثون عن كل المباني بأسمائها، عن كل الشوارع. كل من يعرف هذه المنطقة يعرف أنها تحت سيطرة قوات عملية بركان. طيب لو تطمئن فقط المواطنين في مناطق عنزرة وأيضا ضواحيها ومنطقة وادي الربيع عن أصوات القذائف الثقيلة التي تسمع الآن، يعني منذ الصباح الباكر لم تتوقف هذه القذائف. شوف، في جزء من القذائف هي عملية محاولة من هؤلاء الكتائب المجرمة لتغطي على انسحاباتهم وعلى هزائمهم. هم الآن يقصفون، لكن ما أريد أن أقوله أننا خلال الساعات القادمة بإذن الله ستندحر كل القوات الموجودة على محيط طرابلس حتى يتم إبعادهم إلى النقطة التي لم يستطيع منها سلاحهم وصول إلى المدنيين. هذا الهدف الأول. الهدف المرحلة الثانية في عملية بركان الغضب هو إبعاد هؤلاء المجرمين إلى أقصى مدى حتى لا يتمكن السلاح الجبان، سلاح الجراد أو القذائف المدفعية الوصول إلى أي منطقة مدنية في مدينة طرابلس، وهذا سيتم إن شاء الله خلال الساعات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، كنت معي عبر الهاتف.